أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: سمعنا بعض الخرافيين يقول إن القرآن ناقص، ويستدل على ذلك بقوله بأن الآية المنسوخة والشيخ والشيخة إذا زنيا، فكيف الرد عليه؟ هذا ينكر الناسخ والمنسوخ، وهذا موجود في القرآن ناسخ ومنسوخ. قد يكون النسخ لللفظ والمعنى، وقد يكون النسخ لللفظ دون المعنى، وقد يكون النسخ للمعنى دون اللفظ. النسخ يتنوع، فليس معنى النسخ أن القرآن فيه نقص. القرآن الذي استقر ومات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بأيدينا هو هذا القرآن، غير زيادة ولا نقص. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.